تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية المتعلق يعني باستحداث 10 ولايات، وعملا بمخطط عمل الحكومة وتطبيقا لتعليمات وتوجيهات السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سوف نقدم لكم اليوم يعني مدى تقدم يعني نقل الصلاحيات إلى الولايات الجديدة. كما يعلم الجميع بعد إنشاء اللجنة المختبطة تم تحويل الخصوم والأصول، وكذلك تم إعداد الميزانيات، تم مصادقة على ميزانية ولاية أضرار يعني هنا في المجلس الشعبي الولائي، والميزانيتين يعني ميزانية ولاية ميمون وولاية أضرار سيصادق عليها في المجالس بعد ترسيب المجالس الشعبية الولائية. فيما يخص التدعيم لحظيرة السيارات، كنا دعمنا ولاية ميمون ب 15 سيارة وولاية برج باجي مختار ب 15 سيارة، هذه كدفعة أولى. اليوم راكم تشوفوا الدفعة الثانية فيها سيارة بروتوكول، يعني زدنا دعمناهم بأربع سيارات، فيها سيارتين بروتوكوليتين للسادة الولات وسيارتين بروتوكوليتين للسادة رؤساء المجالس الشعبية، أي السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية تيميمون والسيد رئيس المجلس الشعبي لولاية أضرار، وفيها كذلك حافلة لتنقل الهيئة التنفيذية أو المواكب الرسمية وسيارات يعني سيارات من نوع تويوتا. بالنسبة لأشغال الترميم، المجلس الشعبي الولائي على مستوى ولايه تيميمون والمجلس الشعبي على مستوى ولايه برج باجي مختار متكلف به الزملاء، يعني السيد ولي ولايه تيميمون والسيد ولي ولايه البرج، ونحن كولايه ام تم رصد لعمليه نقل الصلاحيات يعني مبلغ 90 مليار سنتيم للتكفل بتهيئه المقرات، تهيئه المقرات وكذلك اقتناء التجهيزات. اولا ليعلم الجميع ولايه تيميمون تم